السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة. قرارات نارية من اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وقرارات جديدة وغريبة وناس ما كانتش متوقعاها بعد الموقف اللي كان متاخد من إدارة الزمالك. فهقول لكم القرارات دي وهتفهموا كلامي، بس استأذنك في بداية الحلقة قبل ما نخش في أي حاجة، لو عايز تابع الأخبار الحصرية أول بأول ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، دوس على الزرار الأحمر ومكتوب عليه سبسكرايب أو اشتراك، وفعل الجرس يوصلك كل جديد، واعمل لايك على الفيديو، مستني تعليقك على محتوى الفيديو. وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتب منذ قليل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على صفحته الرسمية على الفيسبوك: قرارات مجلس إدارة الزمالك اليوم. انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي عقد اليوم، وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي قرارات المجلس، وتضمنت، ركز بقى قوي، إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا غدا الخميس على نفقة النادي وليس على نفقة اتحاد الكرة المصري. استئناف الفريق الأول بالنادي تدريباته بدءا من غد الخميس. خوض معسكر مغلق لمدة 15 يوما ببرج العرب في الأسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني. تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول بالنادي وتمديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك. وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه تم عرض الصفقات الخمسة التي تم التوقيع معهم على كارتيرون المدير الفني، والذي وجه الشكر لمجلس الإدارة بعدما تم الاستقرار على كل الأسماء التي طلبها. تنازل لاعب الفريق الأول بالنادي عن 50% من مستحقاتهم عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية، مع تسلمهم بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها. خوض الفريق الأول بالنادي معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أي دولة عربية أو أوروبية حسب رغبة الجهاز الفني بقيادة كارتيرون. طائرة خاصة للفريق للسفر إلى الكاميرون للقاء الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. قبول استقالة باسم السبكي المدير الفني لياد الزمالك وحمادة الروبي، مع تعيين حسين زكي مديرا فنيا وحسن يسري مساعد. تنازل لاعبي فريق الطائرة والسلة واليد بالنادي عن 50% من مستحقاتهم عن الأشهر الأربعة الأخيرة مع تسلم باقي المستحقات. وأضاف أنه تم اتخاذ قرارات مهمة بالنسبة لقناة الزمالك سيتم الإعلان عنها قريبا. وأكد مرتضى منصور أن جميع أعضاء مجلس إدارة النادي حضروا اجتماع اليوم على الدكتور أشرف زكي أمين الصندوق بسبب ظروفه الصحية وإجراءه جراحة وتركيب دعامتين في القلب، متمنيا الشفاء له، مشيرا إلى أنه تم تأجيل بحث اعتذار زكي عن منصبه بسبب ظروفه الصحية، ومن المقرر أن يتم إذاعة تفاصيل اجتماع المجلس في قناة الزمالك غدا. ده القرارات اللي طلعت النهاردة مجلس إدارة نادي الزمالك. ملخص سريع: اللعيبة هتعمل مسحة خلاص للكورونا علشان يستأنفوا تدريباتهم علشان يرجعوا الدوري. الحاجة التانية، الفريق هيستأنف تدريبات غدا بدون الرجوع للمسحة، تطلع سلبية ولا إيجابية برضو يعني أعتقد الموضوع ده بس هيبقى صعب شوية، بس المفروض المسحة غدا والتدريب غدا، فالموضوع صعب جدا أعتقد. وفي معسكر مغلق 15 يوم، وفي تجديد لحازم إمام عقده وتمديد لعبدالله جمعة، وفي معسكر مغلق هيتعمل لمدة 10 أيام قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي هي هتكون في دولة، المعسكر هيكون في دولة عربية أو دولة أوروبية على حسب المدرب ما يختار، وفي طيارة خاصة تاخد اللعيبة توديهم المكان ده بتاع الماتش بتاع نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبعد كده بقى حاجات في الكرة اليد والطائرة والسلة وهكذا. طبعا كل ده يعني أنا كنت متوقع أن كمان الاجتماع ده يصدر عنه رد على الانذار اللي النهاردة راح لنادي الزمالك على يد محضر من النادي الأهلي بسبب قضية نادي القرن واليافطة اللي اتعلقت، وكمان أن الأهلي بيطالب أو مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيطالب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بأن هم يشيلوا كلمة نادي القرن من على الكرنيهات، وأن هم يشيلوا اليافطة لأن ده بيضر بالمصلحة بتاعت النادي الأهلي وبيضر بالترويج والإعلان ليه وبالاسم اللي هو واخده كلقب نادي القرن، يعني فيه بيخلي رعاة تهرب بسبب الموضوع اللي يحصل. وكمان عايزين الموضوع بعد ما الطلب من الكاف أو من الرياضة تحول خلاص حاليا بقى موضوع قانوني وهنشوف حكم المحكمة هيبقى ايه. فكنت أتوقع من مجلس إدارة نادي الزمالك أنه أيضا يرد على
الانذار اللي جه النهارده ويقول رايه فيه يتقال فيه، بس اعتقد ان الرد هيكون في قناه نادي الزمالك بالليل، لان خلاص عارف الواحد وصل لمرحله الواحد ما بقاش فاهم فيه ايه. يعني انا غدته والله فعلا مش فاهم فيه ايه. مشاكل بين الاهلي والزمالك كبيره جدا جدا جدا، وصلت للمحاكم والقضايا والاتحادات الدوليه والافريقيه والمصريه، والموضوع بجد زاد عن حده، واتمنى ينتهي عن قريب ويحصل صلح ما بين الادارتين وتعود المياه لمجاريها. طبيعي ان كان بين الزمالك والاهلي دايما في كل المواسم او منذ بدايه كره القدم في مصر يعني كان في مناوشات عادي وشد وجذب، ولكن الموضوع اعتقد ما تضخمش قوي كده ووصل لقضايا ومحاكم وشتايم وقنوات وكمان وصل للاتحاد الدولي والاتحاد افريقيا والاتحاد المصري، بقى مشاكل من كل الاطراف ونزاعات من كل الاطراف. ان شاء الله تحل على قريب باذن الله. كان معاكم اخوكم عمرو عاطف من قناه صاحب الكوره، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.